السلام عليكم ورحمة الله. هاد المراية عندنا كدور وما كتبغيش توقف، غنحاول نصالحو ليها المشكلة اليوم، وفي نفس الوقت غادي نحولوها في مراية أخرى ديال الجولف كات عادية ولا عندنا رباطاب. الإجابة في ليسي أنها ما كتبغيش توقف نهائيا، يعني كيبقى الموتور خدام. الموتور ما كيفرانيش، نقلب واحد النهار نورمالمون خصو يفراني. هاد المراية هذا غنحولوها هنا ديفيرونس ديال لي سيبور، هادي ماشي ديال السيبورات، ماشي بحال بحال. نشدو نحولو هادي في بلاصة هنا، نشوفوا هذا المشكل ديال انها ما كتبغيش توقف. هي هذه ما عندهاش فران ديالها، كتبقى كدور على بركة الله. نبداو البريكو تاعنا، غادي تعصبنا معاها مزيان، فورسينا عليها من وطلعنا بحال هكا باش تخلص. هنا غنبقاو نقعدو الفرين بشوية بشوية بشوية، ندورو معاه حتى يطلع حتى تخرج. بالنسبة للتبيشات غادي نخشيوها شي طورنوفيس بلا يكون رقيق ومقعد وما يخرجو، خايف نزربه. وأخيرا ها الرونديل اللي فيها المشكل، نرسل للبريناس ديالو هنا فين هما، كيسكون هادي بحال هكا، تحط وسط هادي هكا، وبالتالي هادي هي اللي كدور. دونك ترسلت لينا هادي، هادي هي بلاصة بحال هاكا. إذا نتراسيو لي زاكس ديالنا باش نتقو يكونو تقابي أوبوزي مع بعضياتهم. ولكن
نحلو اللامة ديال المنشار وندخلوها، ما عندناش كيفاش نقطعوها، غنديرو التقطيعة هذه على أساس باش نحطو بلاصة الفوري فين يشد الفوري. درنا لها هاد القضية هادي بحال هكا باش الميش من غادي نحط هنا بغي نتقب تهبط لي نيش هنا حيت مايلة من هاد الجهة، حيت مايلة غادي ديما نحط فوري هنا غيزلق ليا هنا، فهما ديرو لي هاد اللعيبة باش ملي نتقب من هنا تحكم فيه. هادي من جهة غنبدلو الفوري، دير واحد الدياميتر كبير شوية أو تاني، باش نمشيو نبقاو غاديين مريقلين. من بعد ما وسعنا وقادينا بلاصة الفيسات، هاهما دابا باينة العملية. نحاول نبلاصيو الفيسات يشدو بلاصتهم مزيان، عاد غادي ندوزوهم نضربوهم بالليمة يتقادو باش ما يبقاوش خارجين لنا وسط السيركل انتيريور. شفت بحال هاد الطريقة، وعاد ديك الساعة غنقطعو من هنا. بعد ما درنا دابا الكولا نقادو العبار ديالنا ونخليوها حتى تنشف على خاطرها، هي راه بزاف عندك 5 دقائق 10 دقائق كتنشف هاد الكولا رابيد. كيف ما كنشوفو في السيبورة ديجا كاينة بلاصة السويتشة، هي وديرين التراساج ديال التقابي فيها نتقبو باش نلصقو هاد السيبورة ديال السويتشة اللي دي ديال بلاستيك. تقابلنا وسعنا التقايبات شويه على قد الفيسات اللي عندنا ونشدوها غادي نبلاصيو، سهله مزيانه القضيه. دابا نبلاصيو الكابلاج ديالنا، رجعوا لبلاصتو. نبلاصيو السويتش حتى هي في السيبورة ديالها، هاد الفيش راه باقي غادي نحيدوه باش نركبو الآخر على حساب الفيش اللي عندنا في الطوموبيل. هادي من جهة، من بعد ما مولينا لصقنا داكشي فينينا لعمل، درنا الكولا سبيسيال اللي تشد، ماشي كولا سبيسيال، كولا اللي احنا ديجا البلاصيو هاد الألاعيب، وهي تحطات خدمة شي حاجة منتذكروش. عموما طلعات زوينة، داكشي مفيني مزيان، عجباتني هاد الريزالت هاد.
شوف البوزيسيون اللي غتجي فيها. هي هذه هي الحطة ديالها. المهم هاد الرسول هذا بنادم يرد مع البال لحقاش، راني حسن نسيتو وعاود غادي نحلو. رجع باش نرجع، ملي كتنساه المرايه ملي كتحل كتحل بزاف الماكسيموم، يعني كتجيب الدوره الواحد يرد مع البال. حتى هاد السكوتش ديال الكابل حتى هي راه عاودنا حيدنا ديك السكوتش قديمه، عاود درنا سكوتش جديده. المهم خدمنا نطلعو شي حاجه مزيانه دوريجي جديده. حط بس ديالك دابا نجيبو الالعاب ديالنا، واحد شويه ديال لاغريس بعدا نديرو في الموتور باش ما ديرش لنا البروي ملي تكون الدور، حتى تحافظ لينا على بيني والداخل. هنا ندخلو هذه من السويتشر بلاصات الأسلاك الكهرومغناطيسية. دابا وصلنا باش غادي نبوزيسيوني الموتور ديالنا، نرجعو لبلاصتو. نحطو الرسول، نحطو من فريين صغيور بيني وبينكم معرفتش شنو الدور ديالو، واخا هو كي مهم. وغادي ندوز المرحلة باش نركبو الفران اللي قاصحة شوية، ولكن غنخدمو مع السير شوان. أرن اللعيبة هادي ندير واج الشعيبة هادي باش نبروطيجي الكابليات، يعني نخدمو بالسيرجو ونبدو نوركو ويتقطعو لينا. درنا هاد القضية هادي باش نخشي وسط الجعبة الخيوطة ونبريسيو. تيزير طرق مرق حل هنا عاوني صحيبي هو اللي زير الرياضة سيرجوان، ولكن الا كان شي واحد عنده ليطو يزيرها في ليطو مزيانة. دابا غادي نجمعو المراية ديالنا. المهم غادي نرجعو للشيمة ديالنا اللي تراسينا قبل باش علمنا الكابليات باش نعقلو عليهم. دابا حنا كلها سالينا، غنجمعوها ونمشيو نديرو لها السي. من بعد ما ركبنا دابا نديرو واحد تيست نجربو
جهة ومن جهة أخرى. هاي ولات كتحبس، مبقاش كتبقى الدور، الصوت مشى. على سلامتنا. هذا فيما يخص الموديفيكاسيون ديال المرايا والريباراسيون ديال الرونديلا. الفيديو ديال البروغراماسيون غتلقاه في القناة ديال الأخ اللحية. والسلام عليكم ورحمة الله.